وانظر هنا الى 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 قضيه ان الناس يعني تفهم دائما مفهوم سلبي، وهو انك انت اذا اعطيت ممكن تخسر. والله انا راتبي 5000 ريال دفعت منه 500، هو يقول والله يا اخي انا ساهمت، هو ما يدري الان الذي بقي هو المبلغ المتبرع به. يعني ان ترى لذه العطاء لما تعطي انت وتقدم هذه تبقى اثرها لك انت ولمن اعطيت اياه. كذلك من الاشياء المهمه كما ذكرتم ان هذا الوقف هو في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا في الأيتام كما ذكرتم قد يكون برضو كذلك مع الأسر المحتاجة. النبي عليه الصلاة والسلام مسح على رأس اليتيم ورأف بحاله عليه الصلاة والسلام. نحن هنا نقول لك لا تبحث عن اليتيم، اليتيم موجود، الجمعية موجودة، الوقف موجود، فقط ما عليك إلا أن تساهم وتدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى. هذه يبين إشارة عظيمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيما، والآن الأيتام يعني اهتمام الدولة واهتمام أيضا كذلك أصحاب الأوقاف بهم اهتمام بفئة غالي جدا عليهم وهو اليتيم. اليتيم يحتاج إلى لمسة، إلى هدية، إلى نصيحة، إلى توجيه، تدفع أنت هذا المال تشارك في هذه كلها، فتصبح أنت الموجه وأنت الكفيل وأنت يعني، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. فأنا أدعو نفسي وأدعو الإخوة كذلك أيضا أخوة المشاهدين والمشاهدات للمساهمة والمشاركة في مثل هذه الأوقاف. أسأل الله عز وجل أن يبارك الجميع في أموالهم.